السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي المشاهدين، نلتقي بكم بحلقة جديدة من برنامجكم صدى الكفيل الذي نستعرض فيه آخر فعاليات هذا الأسبوع، فابقوا معنا. ومع اقتراب الزيارة الأربعينية باشر معمل الثلج التابع للعتبة العباسية المقدسة باستنفار طاقاته وكوادره من أجل خدمة الزائرين الكرام، وبدأ برفد العتبة المقدسة والأماكن التابعة لها بالإضافة إلى المواكب الحسينية بمادة الثلج وعلى مدار أيام الزيارة. التفاصيل في هذا التقرير. سخر معمل الثلج في شركة الكفيل الاستثمارات العامة التابعة للعتبة العباسية المقدسة جميع إمكانياته البشرية والآلية لخدمة زائري الأربعين ومواكب الخدمة الحسينية من خلال تزويدهم بمادة الثلج التي ازداد الطلب عليها في ظل ارتفاع درجة الحرارة وبما يتناسب مع حاجة الزائرين والمواكب. باشر معمل الثلج التابع للعتبة العباسية المقدسة بإنتاج مادة الثلج وبواقع 3000 قالب يوميا مقسمة على 24 ساعة، يكون تجهيز مادة الثلج لأقسام العتبة بشكل عام وبشكل خاص الأقسام الخدمية وكذلك تجهيز القوات الأمنية والمواكب الحسينية بشكل خاص. إدارة الشركة وضعت خطة للعمل تضمن تزويد العتبة العباسية المقدسة بثلج وعدد مجمعات الخدمة التابعة لها إضافة إلى المواكب الخدمية التي تتشرف بتقديم الخدمة للزائرين، فضلا عن القوات الأمنية المكلفة بحماية الزائرين، على أن يكون العمل ضمن المواصفات والجودة العالية والحفاظ عليها حتى مع زيادة الطلب خلال ذروة زيادة الإنتاج أو ذروة الطلب على هذه المادة. أعلنت مجموعة مواكب أم البنين التابعة للعتبة العباسية المقدسة جاهزيتها لخدمة الزائرين القادمين إلى كربلاء بمختلف أنواع الخدمات المادية منها والثقافية. كاميرا صدى الكفيل كانت هناك وأعدت هذا التقرير. من مجمعات الخدمة العائدة للعتبة العباسية المقدسة والمنتشرة على محاور مدينة كربلاء، مجموعة مواكب أم البنين عليه السلام الخدمية الكائنة على طريق النجف وضمن الحرم الجامعي لجامعة العميد الذي بدأت الاستعدادات فيه منذ وقت ليس بالقصير تحضيراً لاستقبال زائري الأربعين. هناك شقين، يعني موكب للرجال وموكب للنساء، كلاهما يقدمان نفس الخدمات المتمثلة بالإيواء والطبابة والخدمة التثقيفية والخدمية والأمور اللوجستية الأخرى. هناك مجموعة من المتطوعين، في كل عام عندنا متطوعين يجون كداعمين للموكب، عندنا هيئة قمر بني هاشم وعندنا دائرة صحة ميسان تقدم خدمات طبية، عندنا أيضا موكب للطلاب الجامعة يقدم أيضا خدمات طبية للزائر الكريم، عندنا مفرزة طبية تقديم أدوية غيرها وعلاجات، بالإضافة إلى خدمات الإيواء والسكن والتغذية على مدار الساعة. ما يميز هذا المجمع الخدمي أنه يضم مجموعة من المواكب، منها الخدمية التي تقدم خدماتها للزائرين من مأكل ومشرب واستراحة ومبيت وغيرها من الخدمات، إلى جانب مواكب أخرى تعنى بالجانب الديني والثقافي والإرشادي. متميزا عن باقي مواكب الأربعين فكل ما يحتاجه الزائر يجده في المجموعة، لذلك أصبح المجمع مقصدا لأغلب الزائرين ومحطة هامة لهم. زيارة الأربعين تعميق للوعي الشبابي، هكذا كان عنوان المؤتمر الذي نظمته الحوزة العلمية في النجف الأشرف والذي شهد مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات لتثقيفهم وتشجيعهم لبذل طاقاتهم خلال أيام الزيارة الأربعينية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. بحضور ومشاركة العتبة العباسية المقدسة، نظمت الحوزة العلمية في النجف الأشرف المؤتمر الشبابي الأول لطلبة الجامعات العراقية تحت شعار زيارة الأربعين تعميق للوعي الشبابي، ويهدف المؤتمر إلى استثمار هذه الطاقات لخدمة زائري الأربعين بمختلف المجالات والتخصصات
ومشاركة أكثر من 1000 طالب جامعي. هذا الملتقى الشبابي الأول الذي تقيمه الحوزة العلمية في النجف الأشرف هو دعما للشباب الأعزاء وكذلك لزيادة الوعي الشبابي والاهتمام بهذه الشريحة المهمة. أن يكون كل واحد من الشباب الموجودين اليوم بالملتقى الشبابي ينقل واقع حال المرجعية الدينية ويكون قائد بالمجتمع، كل رجل من عندهم يكون هو أمة في هذه الزيارة الأربعينية، تقديم الخدمات الثقافية من حيث الموضوع اللي تدير المرجعية الدينية العليا. المؤتمر الذي احتضنه المجمع العلوي في النجف الأشرف حضره جمع من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية وممثلو العتبات المقدسة في العراق وعدد من رؤساء وأساتذة بعض الجامعات العراقية، وشهد إلقاء عدد من الكلمات التي أكدت على توثيق الارتباط بين مفاهيم الحوزة والشباب والزيارة للمساهمة في تحصين أنفسهم بالعقائد الحقة وتزيين سلوكهم بالأدب والأخلاق الفاضلة وممارسة التغيير الداخلي والخارجي بالحكمة والموعظة الحسنة. لتسهيل عمل الإعلاميين القادمين لنقل الصورة عن كربلاء المقدسة في أيام الزيارة المليونية هذه، افتتحت العتبة العباسية المقدسة مركزاً إعلامياً متخصصاً لتسهيل عملهم، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العتبات المقدسة. المزيد في هذا التقرير. سعياً منها لإظهار وإبراز الزيارة الأربعينية بصورة ناسعة وللمساهمة في إيصال صداها إعلامياً، افتتحت العتبة العباسية المقدسة بحضور ومباركة متولية شرعية سماحة السيد أحمد الصافي دام عزة مركزاً إعلامياً يحتضن الصحفيين والإعلاميين الذين سيوفدون من داخل العراق وخارجه، ليتم من خلاله تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح التغذية الإعلامية للإعلاميين وبكافة وسائلهم وجهاتهم من داخل العراق وخارجه. بحمد الله اليوم تم افتتاح المركز الإعلامي لزيارة الأربعين وهو الأول من نوعه. هذا المركز يتضمن أماكن لإجراء المقابلات الإعلامية وأماكن لحفظ أجهزة وأمتعة الإعلاميين، إضافة إلى تسهيل عملية دخولهم وحركتهم من خلال منحهم مجموعة من الباجات الإعلامية التي تمكن الإعلامي من التحرك بحرية في داخل العتبة العباسية والعتبة الحسينية وبين الحرمين الشريفين ومقترباتهما، إضافة إلى وجود أماكن للاستراحة للإعلاميين. هذه الجهود الكبيرة تقدم إلى الإعلاميين لنقل صورة واضحة عما يجري في كربلاء. المركز الذي يعمل تحت إشراف قسم إعلام العتبة العباسية المقدسة يعد الأول من نوعه على مستوى العتبة المقدسة في العراق والأحدث من ناحية بناه التحتية والأمور اللوجستية كافة التي تحتاجها الطواقم الإعلامية لتأدية مهامها في أن تكون تغطية شاملة تتناسب مع حجم الزيارة المليونية وبما يحقق إيصال رسالة القضية الحسينية إلى العالم أجمع. انتهت الآن فقرة التقارير الإخبارية، سننتقل وإياكم إلى باقي الفقرات ولكن بعد هذا الفاصل. اللهم الله يعلكم ما تعبت، هلا بزوار أبو عبد الله الحسين. هلا بزوار أبو عبد الله، حياكم الله، هنيان لكم يا زوار أبو عبد الله. حياكم الله زوار، هلا بكم كل الهلا. جاءت ساعة الحشر، حياهم الله، أهلا وسهلا فيكم منين ما أجيتوا عمي، حياكم الله بقد ما مشيتوا بخدمتكم نبوس أقدامكم. تفضلوا هلا بكم، قواكم الله، هلا بالزائرات، قواتن الله، عساشن ما تعبتن، هلا بيكن زائرات. ماجورين ماجورين ماجورين، تفضلوا هلا بزوار أبو علي. هلا ومية هلا، كل الهلا بيكم. علوهم توصلون بسلامة. هلا بزوار الحسين، هلا بزوار الحسين. ادخلوها بسلام كربلاء. وصلنا الآن إلى فقرة صورة وتعليق التي سنستعرض بها بعض نشاطات العتبة المطهرة في هذه الأيام من خلال الصور، لنتابع معا. We'll be right back.
عطر الهداية هي فقرة سنستمع بها إلى أحد المواضيع المتعلقة بالزيارة المباركة لننتفع بما فيها من عبر وعظات عبر محاضرة يقدمها المتولي الشرعي للعتبة المقدسة. لنستمع معا. لاحظوا إخواني شدة اهتمام الأئمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ألا من زاره عارفا بحقه وجبت له الجنة. السؤال الآن، أي زيارة هذه التي توجب الجنة؟ هل كل زيارة توجب ذلك أم لا بد من مقومات في هذه الزيارة للوصول إلى هذا الأمر؟ ما هو قصدنا من هذه الزيارة؟ هناك مجموعة من الأمور. هو أن نواسي النبي صلى الله عليه وآله وآل بيت الأطهار، خصوصا صاحب العصر والزمان، بهذه المصيبة ونعزيهم بذلك. علينا أن نحسن العزاء للأئمة الأطهار والإمام صاحب العصر والزمان في ذلك. كيف نحسن العزاء؟ ثانيا، ثالثا، من المقاصد المهمة في هذه الزيارة أنه نحن نجدد العهد والبيعة والولاء للإمام الحسين عليه السلام، وعلينا أن نفي بهذا العهد والبيعة والولاء. ما المقصود أننا نجدد العهد والولاء للإمام؟ بمعنى نخاطب الإمام الحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، أننا ماضون في مسيرتك، أننا سنحافظ على مبادئك وثورتك وقيمك وحركتك الإصلاحية، مهما كانت هذه المسيرة من المحافظة على هذه المبادئ تكلف من التضحيات والمشاق والوقوف بوجه الظالمين والمستبدين. وهذا لا يكفي، كيف نفي للإمام في تجديدنا للعهد والولاء معه؟ نقطة مهمة هنا. هذه التساؤلات لابد أن يطرحها الزائر على نفسه وأن يجيب عليها ويعمل بما يصل إليه من الأجوبة. لحظات تم توثيقها من خلال عدسات مصوري العتبة العباسية المقدسة لتستعرض أجواء السير إلى كربلاء الحسين، سنشاهدها من خلال فقرات لحظات ضوئية. إلى هنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نستودعكم الله أحبتنا المشاهدين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل، في أمان الله وحفظه.